شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى جانبه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم صباح اليوم الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المعرفة الأول الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم تحت رعاية صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في فندق جراند حياة بدبي. بدأت الجلسة بالسلام الوطني ثم كلمة العضو المنتدب في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم سعادة جمال بن حوير بلمهيري الذي أعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة العربية أهدافه في دمج الشباب وتمكينهم وإتاحة الفرصة لهم للإبداع والابتكار في قطاع المعرفة. وأكد الحويرب في كلمته إن المعرفة ركن أساسي لتقدم الأمم وتطورها، ووصفها بأنها ثورة العصر بلا منازع. ثم ألقت الدكتورة سيما سامي بحوث الأمين العام المساعد في الأمم المتحدة المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية التي قرأت رسالة شكر وتقدير من معالي الأمين العام للأمم المتحدة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ما يوليه سموه من اهتمام بالغ في نشر ثقافة المعرفة ليس في دولة الإمارات فحسب بل على مستوى العالم العربي والإسلامي. ثم ألقى كل من السير تيم بيرنرز-لي مخترع مفهوم الإنترنت والسيد جيمي وولز مؤسس شبكة ويكيبيديا كلمتين في المناسبة أشاد فيهما بالتقدم العلمي والمعرفي الذي تتميز به دولة الإمارات في محيطها العربي. وفي الختام كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم العالمين السير تيم بيرنرز-لي وجيمي وولز على جهودهما الكبيرة ومثابرتهما على الابتكار ونشر المعرفة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. وكان سعادة جمال بن حويرب قد أعلن عن جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وقدرها $1,000,000 أمريكي حيث تقاسماها العالمان المخترعان اللذان تم تكريمهما في الحفل تقديرا لهما على جهودهما وإسهاماتهما البارزة في تطوير ونشر المعرفة على المستوى العالمي. صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي هنأ المكرمين وصافحهما متمنيا لهما تحقيق المزيد من الإنجازات والابتكارات التقنية والمعرفية التي تسهم في خدمة الإنسانية على كل الصعد وفي شتى القطاعات. ورحب سموه بالمشاركين في المؤتمر على أرض دولة الإمارات وفي رحاب مدينة دبي مؤكدا على أهمية هذه المجتمعات العالمية التي تجمع تحت مظلتها خيرة الخبراء والباحثين والعلماء الذين لهم إسهامات مؤثرة في قطاع المعلوماتية والمعرفة حيث أصبح العالم أقرب إلى التواصل الاجتماعي والإنساني والثقافي بين شعوبه المختلفة من أي وقت مضى، ما يرسخ ثقافة السلام والتناغم وفهم الآخر على المستوى الدولي الرسمي والشعبي. حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إلى جانب عدد من مديري الدوائر المؤسسات الحكومية والقيادات التعليمية في الدولة وأكثر من 1,000 خبير وعالم وباحث ومتخصص في عالم قطاع المعرفة والمعلوماتية.